عيشة بتجري وشقيانة وهي عيشة وخلاص. كل واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباس. ورجعنا لكم من جديد في واحد من الناس، وده معاد فقرتنا اليومية الثابتة في برنامجنا واحد من الناس عن الخير. الخير ده أصله يا جماعة بيتعمل في كل زمان ومكان، وإحنا بنقتدي بالسلف الصالح. فقرتنا دي هتكون فقرة ثابتة كل يوم في رمضان من داخل فقرات البرنامج عن الخير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان بيعمل ازاي الخير عليه الصلاة والسلام، وازاي الصحابة كانوا بيقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في عمل الخير. هنسمع حكايات لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حكاياتهم مع الخير وازاي كانوا بيعملوا الخير في شهر الخير. وهيكون ضيفنا الدائم فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري، اللي هيحكي لنا كل يوم عن حكاية من حكايات الصحابة عن عمل الخير عشان نقتدي بيهم في شهر الخير. فاصل ونعود عشان نسمع الشيخ محمود المصري وحكاية جديدة من حكايات أهل الخير في شهر الخير. ورجعنا لكم تاني في واحد من الناس، وده معادنا اليومي الثابت مع فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري، اللي بيكلمنا كل يوم ويسعدنا بحديثه الشيق الجميل عن الخير في عهد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنهاردة هيكلمنا مولانا، هنعرف منه النهاردة. أهلا بك مولانا. أهلا دكتور عمرو. يا ترى موضوع حلقتنا إيه النهاردة؟ النهاردة دكتور عمرو يعني لنا وقفة جميلة جدا مع واحد من الصحابة اسمه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام كان له موقف عجيب جدا. هو كان في الجاهلية قبل الإسلام، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحكيم بن حزام ده اللي الناس ما تعرفوش إن كانت عمته خديجة بنت خويلد. وهو حكيم بن حزام كان في يوم من الأيام هو اللي اشترى زيد بن حارثة من سوق عقاظ، وراح اداه هدية لعمته اللي هي خديجة بنت خويلد. فلما النبي اتجوز خديجة بنت خويلد وشافت حبه لزيد بن حارثة، راحت مدية زيد بن حارثة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح النبي اتبناه وسماه زيد بن محمد. فلما نزل تحريم التبني سمي بعد ذلك بزيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده لما اتجوز بقى وخلف أسامة بن زيد، فكان أسامة الحب ابن الحب. فكان حكيم بن حزام كان علاقته في غاية الروعة والجمال بالنبي صلى الله عليه وسلم. الناس استغربت فيها دكتور عمرو إن لما جاء الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام ما أسلمش وفضل على الكفر لمدة 21 سنة. وده كان من عجائب الأمور. الناس بتقول معقولة حكيم اللي كان من أحب الناس إلى قلب النبي ما يسلمش يقعد 21 سنة على الكفر؟ ده اللي حصل. وأسلم حكيم في يوم فتح مكة، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم ودموعه على خده، وقال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ فتبسم النبي وقال له يا حكيم، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ يعني الإسلام بيمحو كل الذنوب اللي فاتت، خلاص أنت دلوقتي صفحة جديدة. فقال له حكيم، قال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. فكان حكيم بن حزام كان بينفق نفقة لا تتصوروها، نفقة عجيبة الشكل، لدرجة في يوم من الأيام يا جماعة حكيم بن حزام، عارفين حضراتكم دار الندوة اللي كان كفار كوريش كان بيعقدوا فيها المؤامرات من أجل حرب النبي ومن أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدار الندوة دي تفضل الناس تشتريها من بعضها لحد ما وصلت لحكيم بن حزام، بقت ملكه. فلما بقت ملكه راح باعها بمئة ألف درهم، يقال مئة ألف درهم يقال مئة ألف دينار.
راح باعها. فعبد الله بن الزبير بيقول له: بعت مكرمة قريش يا حكيم؟ قال: يا ابن أخي، يعني ذهبت المكرمات كلها ولم يبق إلا تقوى الله، أشهدك أني قد بعتها لأشتري بها بيتا في الجنة، فقد بعتها وأنفقت مالها كلها في الله، كلها لله. يعني أنفقت المئة ألف يا خبر أبيض، 100,000 دينار ولا 100,000 درهم، 100,000 دولة أنفقتهم كلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، راح مديهم للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. لدرجة كان لي كلمة عجيبة يا دكتور عمرو، الكلمة دي الحقيقة كنت أقف قدامها واستغرب. كان حكيم بن حزام بيقول إيه؟ شوف، إحنا النهاردة ممكن لو واحد فقير جنة ممكن نتضايق ونتخنق ومش عارف إيه، وربنا يسهل لك ومع السلامة. هو كان بيقول إيه؟ بيقول: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. بيقول: لو سمعت الصبح كده ما لقيتش حد واقف على بابي بيسألني، بقول: يا رب دي مصيبة، ده أنا محتاج أن أشوف كل يوم واحد قدامي كده بيقول لي، لأن أنا كنت بفرح بالناس اللي بيجوا يطلبوا مني، وكان بيقول لهم: أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. الله، شفت قد ايه الاحساس الجميل. تعال نشوف موقفين من اعجب المواقف اللي حصلت مع حكيم بن حزام، لكن نحكيهم بعد الفاصل. الله يفتح عليك يا شيخ محمود، يعني ويكرمك دايما يا رب. نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل برنامجكم واحد من الناس، ومعاكم عمرو الليثي. واحد من الناس، ورجعنا لكم تاني في واحد من الناس وفقرة الخير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وبنستكمل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمود المصري. تفضل يا مولانا. الموقف الآن يا دكتور عمرو، إن سيدنا حكيم بن حزام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح حج 3 مرات. في المرة الأولى اللي راح حج فيها، حضرتك عارف طبعا ان الواحد لما يروح بيحج بيبقى فيه هدي في الحج، يعني بيذبح شاة او بيخلي حد يذبحها له، بيوكل حد يذبح عنه. سيدنا حكيم بن حزام في المرة الاولى اللي راح فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي، راح ذبح 1000 شاة، مش شاة واحدة، ذبح 1000 شاة واطعم بها فقراء المسلمين. السنة اللي بعدها راحوا معاه 100 جمل، 100 ناقة، 100 جمل، وراح في يوم الحج وراح ذبحهم وأطعم فقراء المسلمين. العجيب بقى إنه في السنة الثالثة راح سيدنا حكيم بن حزام وكان حاسس خلاص بقرب أجله، حس إنه خلاص الأيام جريت وإنه خلاص يعني ما فضلوش كتير وخلاص قرب يموت. فراح خد 100 عبد، اشترى 100 عبد من العبيد الأرقاء، وراح في يوم عرفة وكاتب على كل واحد معلق له في رقبة هذا الرجل زي طوق كده مكتوب عليها: عتقاء للرحمن. فإذا به في يوم عرفة يقول: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم، فهم أحرار لوجه الله وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقابتي من نار جهنم. شوف الموقف العجيب، راح أعتق دكتور عمرو 100 عبد في يوم عرفة وأعتقهم، وراح راجع، وبعد ما رجع في بعد 2-3 يومين فلقى عبد الله بن الزبير كان ماشي وحزين كده ومتضايق، فقال له: ما بك يا عبد الله؟ قال: دين على أبي، أبويا مات، اللي هو الزبير بن العوام اللي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: دين على أبي لا أستطيع قضاء. فقال له: كم على أبيك من الدين؟ عليه قد إيه فلوس؟ قال له: عليه يعني 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، مبلغ كبير جدا جدا. فقال له: علي 500,000 درهم، أنا هدفع له نص الدين بتاعه. شفت قديه مسلمين، شفت قديه البذل والعطاء اللي كانوا بيبذلوه، واحد بيقول له: أبوي عليه 1,000,000، فقال له: علي 500,000، أنا الوحدي والباقي خده من بقية الصحابة. فراح دفع له 500,000 درهم، وراح بعدها بـ2-3 يومين نام حكيم بن حزام على فراش الموت، خلاص بيموت. فمسك المصحف وحط على صدره وبدأ يبكي ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ثم نطق الشهادتين ومات حكيم بن حزام بعد ما عمل الخير ده كله. أكيد يا دكتور عمرو بنتعلم من موقف سيدنا حكيم بن حزام أن المولى عز وجل قال: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رجل اللي أنفق
يعني 100,000 دينار ولا 100,000 درهم يعني اللي هي تمن دار الندوة. الرجل اللي أنفق دفع ذبح 1,000 شاة، الرجل اللي ذبح 100 ناقة، الرجل اللي أعتق 100 عبد، الرجل اللي دفع 500,000 درهم عشان يسد دين عبد دين الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أكيد الناس ديت كان في قلوبها يقين عظيم جدا في الله سبحانه وتعالى، إن أنا عارف يقينا إن مهما عملت من خير والله العظيم فلوسي ما هتخلص، والله العظيم ما هتنقص، والله العظيم ربنا هيطرح البركة في فلوسي ويطرح البركة في صحتي وفي عيالي، ربنا هيصرف عني السوء وهيبعد عني المصائب ويكفيني شر القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ده كان كلام عشان يحفزنا يا مسلمين على البذل والعطاء، خصوصا في شهر الخير اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يجمعنا اياكم مع الحبيب المصطفى واصحابي، ودي كانت صورة جميلة من البذل والعطاء. في نهاية هذا اللقاء الجميل أنا بشكر حضرتك جدا يا مولانا، يعني أكثر الله من أمثالك ونفع بيك، وللحديث بقية إن شاء الله غدا في رمضان إن شاء الله بإذن الله. وبشكرك جدا، نطلع لفاصل ونرجع نواصل فقرات واحد من الناس. أهلا بيكم مرة تانية في واحد من الناس. والحالة المرضية اللي جت لي وكلمتني في تليفون البرنامج الحاجة نبيها إمام محمد. الحاجة نبيها من عين السيرة محافظة القاهرة، عندها 52 سنة. من فترة جالها مرض السكر وعمل لها مضاعفات شديدة أثرت على رجلها الشمال، وللأسف جالها غرغرينا واضطرت لبتر رجلها. كانت بتحاول تمشي على رجلها اليمين بس من حوالي أسبوع رجلها اليمين اتكسرت، ويمكن ما تقدرش تمشي عليها تاني. الحاجة نبيها جوزها راجل أرزقي على باب الله، وعندها بنت متجوزة ولد في الجيش. كان نفسها ان احنا نساعدها ونجيب لها كرسي متحرك في رمضان عشان تقدر تتحرك بيه وتخرج، لانها مش قادرة تجيبه. الاسم نبي امام محمد ابو طالب، سنة 52 سنة، وانا بتصل بك يا استاذ عام عشان عايزه كرسي متحرك عشان نصرف على قد ده. مش سالبه الا كرسي، بس عايزه اقف على رجلي، عامله عمليه بكر وعامله الركبه مكسوره، نفسي اتحرك زي ورحت على ركبتي اتكسرت ودي عامله فيها بكر شلب. دست على كل السجاره الجرو قصادي رمز جرو في تعديلات، ما خدتش بالدست عليه، ما خدتش السكر يعمل معاك كده، طلع اللي عند السكر عملت غرغرين. هو الدنيا عملوا لي 3 عمليات، قطعوا لي من رجلي 3 مرات، واخر ما تبقى مسح عن المسيح دي رحت وعلى ركبتي جات لي الغيبوبة بتاعت السكر، وقعت على ركبتي اتكسرت. اتصلت برمج الواحد من الناس عشان كرسي متحرك واتحرك، ما بقومش من على السرير، وجوزي ظروف على قده، جوزي راح يعمل معاش ما عارفش، ما رضوش يدوله معاش، كل ما يروح يقضله الورق فهو بيكون زبين البلوكيات اللي بيدوله جنيه نص جنيه كده وهم مش لا. واهل الفرق كتير، وانا بشكر الدكتور عمرو قوي قوي، ربنا يبارك له في ماله وفي عياله يا رب، ومتشكر اللي كنت والاستاذ ليه العلاج بتاعي، مش قادر اروح اجيب عشان رجلي، ما لو في حاجه بتحركني اروح اجيب علاجي، الانسولين هو اللي بيظبطني. وانا بطمنك يا حاجه نبيها، واقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. باذن الله فريق البرنامج جاي لك في الطريق ومعاهم الكرسي اللي انت عاوزاه. تعالوا نسمع الحاجه نبيها بعد ما استلمت الكرسي اخبارها ايه. انا مبسوطه وما كنتش متوقعه ان حضرتك هتجيب لك كرسي، انا مبسوطه منك قوي قوي، ربنا يسترك دنيا واخره ويبارك لك يا رب، واشكركم جميعا ومتشكرين اهل الخير كلهم. الحمد لله ربنا قدرنا وجبنا الكرسي للحاجه نبيها امام محمد، وانا واثق ان احنا نقدر نجيب لها حاجات تانية كتيره جدا بمساعدتكم. وانا هقول لكم رقم تليفونها لعل وعسى اي حد عايز يساعدها يقدر يكلمها ورمضان كريم. وتليفون الحاجة نبيها 012-12-32-7913 012-12-32-7913. ورمضان كريم على الحاجة نبيها وعلى كل حبايبها. نطلع لفاصل ونرجع بعد نواصل واحد من الناس. ورجعنا لكم تاني في واحد من الناس وفقرة تحقيق الأمنيات. جت لي رسالة من دنيا عبد الهادي غنيم، ووالدتها اسمها محبات محمد، ست محبات هي اللي بتقول: أنا ربة منزل من العمرانية محافظة الجيزة، جوزي متوفي من 2 سنين وعندي 6 أبناء منهم بنتي دنيا عبد الهادي.
واللي كتبت كتابها من 5 شهور، وكنت فاكر انها هتتجوز على طول زي بقية البنات، بس للأسف مش قادرة اكمل جهازها. انا ظروفي المادية وحشة، ما باخدش معاش وبصرف على البيت من شغل الشقق ومسح السلالم. انا كلمت برنامجكم يمكن تسمعوني وتقدروا ظروفي وتساعدوني اكمل جهاز دنيا والحق افرح بيها. وانا بقول لهم دنيا صوتك وصلني، والحمد لله البرنامج بالتعاون مع احدى الشركات الكبيره في مجال الاجهزه الكهربائيه هيوفر لك غساله وبوتاجاز وسخان عشان جهاز بنتك. تعالوا بقى نسمع فرحتها بعد ما استلمت جهاز بنتها. انا دنيا عبد الهادي، ساكنه في العمرانيه. بابايا متوفي بقاله 2 سنين، ووالدتي تعبانه عندها السكر، ظروف طبعا زي الزفت، ومعاش ما بناخدش معاش لبابا. جي بعد كده بقى اخواتي طبعا ما شايلين ايدهم من كل حاجه. عندي 5 اخوات، يعني 2 اكبر مني وما شايلين ايدهم من كل حاجه، الاثنين واحد خطب واحد متجوز، ما حدش حاطط ايدي في اي حاجه. مخطوبه بقى لي 2 سنين. جي بعد كده حصلت مشاكل بيني وبين خطيبي، وكنا بسبب المشاكل دي كنا هنسيب بعض كتير قوي. فجيت انا بقى ايه، طبعا الظروف وحشه وكده وما فيش اي حاجه، فجيت انا سمعت بقى عن برنامج واحد من الناس في الراديو، فكلمته في التليفون، عرفت ان هو بيجهز العرايس. فطبعا حاجه زي دي انبسطت منها، ان انا ايه طبعا هتجوز وكده ومش هيبقى في مشاكل بيني وبين خطيبي تاني، واهلي طبعا هيرتاحوا. فلما كلمناه طبعا استقبل الموضوع. طبعا النفسيه كانت تعبانه خالص، كانت طبعا من كتر الضغط بقى والمشاكل وكده كانت النفسيه تعبانه. طبعا من هنا بقى بدات المشاكل كتير. انا جيت النهارده استلمت الحاجه والحمد لله كويسين، وجبت جابولي البوتاجاز والغساله وبطانيه، والحمد لله الحاجه كويسه قوي. وانا اقول الحمد لله المشاكل راحت، وحسيت ان هم اتشال من على قلبي. الحمد لله انا بشكرك، وماما فرحانه قوي، والحمد لله كويسين. ده انت كده بجد 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 عملت معايا خدمه كبيره، وان شاء الله باذن الله الفرح قريب وهعمله، عشان ان شاء الله باذن الله يعني لولاك الحاجه دي انا ما بشتغلش. والحمد لله يعني الحاجه كانت سعرها كبير، وانا مش متعلمه عشان اشوف شغل كويس ومحترم، فطبيعي انا اهلي ما رضوش يطلعوني من البيت. فالحمد لله بجد بجد انا بشكرك قوي، انت بجد ساعدتني ان انا اجيب الحاجه دي. انا ما كنتش متوقعه ان الجهاز فعلا هيجي، كنت مفكره كلام عادي زي ما بيتكلموا، بس الحمد لله بجد ما طلعش كلام. النهارده كنت استلمت الحاجه والحاجه كويسه قوي، الحمد لله. انا بجد بشكرك كده يا دكتور عمرو. ألف مبروك لدنيا، خلاص هتتجوز وتفرح زي بقية البنات، وأنا مبسوط قوي عشان قدرنا الحمد لله إن احنا نسعد هذه الأسرة الطيبة. وعلى فكرة في ملايين الأسر زي أسر الدنيا محتاجين إن احنا نساعد بناتهم في الجهاز والعفش. وعايز أقول لكم حاجة، مش لازم تشتروا جديد. لو حد عنده مطبخ قديم وجاب مطبخ جديد، يطلع المطبخ القديم للي محتاج. لو حد عنده أوضة أطفال قديمة والعيال كبروا، يدي الأوضة ديت لحد تاني لسه بيخلف جديد. لو حد عنده نجفة وغير النجفة اللي عنده بنجفة جديدة، ولا سجادة قديمة بسجادة جديدة، كل ده ينفع عرايس والله، ويفرحهم ويدخل السعادة في قلوبهم. رمضان كريم يا جماعة، احنا معاكم طوال شهر رمضان المعظم. أرجوكم ما تحرموش نفسكم من عمل الخير. أي حد محتاج إنه يتعالج، أي حد محتاج أي مساعدة، أي حد محتاج أي وظيفة، أي حد محتاج أو محتاجة إنها تتجهز عشان مش قادرة أو عشان يتيمة، كلمونا على رقم 01-60-317. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في معادنا مع برنامج واحد من الناس، ومعكم عمرو الليسي. سلام عليكم.